طيب هلا دايركت جروبس في هذا السكشن بدنا ناخذ دايركت جروبس بس لا ديفيزيبيليتي ها وناخذ تعريف ديفيزيبيليتي وناخذ الاثبات بنفس الوقت. تذكروا انه اول سيشن كان البرودكشن واخذنا فيه عن شو اخذنا لحد الان تعريفها الاود والايفنت برايم وكومبوزيت وخذنا ريشنال نمبرز. هلا بدنا ناخذ الديفيزيبيليتي. شو تعريف الديفيزيبيليتي؟ منقول اذا عندنا ركز معي اذا عندنا عدد انتجر ان وعدد انتجر بي بنقول انها ان از ديفيزيبل باي دي. يعني مثلا مثلا العشرة ديفيزيبل باي 2 اف اند اونلي اف ان بتساوي دي كي. يعني العشرة بتساوي مثلا دي 2 ضرب عدد بس الكي هذا العدد لازم يكون ايش؟ ان. هلا هذا الكلام هاي بنكتبها بهاي الصيغه، خليكم معي هنا بنكتبها بهاي الصيغه بنقول دي طبعا بتروح قبل بنقول 2 مثلا ديفايدز هاي البار بار هي ال 10 ان دي ديفايدز ان if and there exists an integer k في عندنا k such that n بتساوي d في k. هلا كيف بنقراها؟ من يا من مرات بنقراها انه n is multiple of d انه العشرة is multiple of 2 d is a factor of n 2 is a factor of العشرة D is a divisor of N. يعني زي 2 is divisor of العشرة أو أكثر شيء هاي D divides N. D divides N. D divides 2 قسمها. واضح؟ هلا هل تشوفها؟ هل ال 21 divisible by the هل 32 مالتيبل اوف ماكس 16؟ ماكس 16 ماكس هل ال 5 ديفايس 40؟ لا على صفر 8 ما بيطلعش كيف؟ 5 5 ديفايس طلع 5 ديفايس بس يعني هاي يعني نقراها زي هاي 5 ديفايس يعني 5 ديفايس 40 يعني هاي شو قلنا؟ 40 تمام طيب 6 فاكتور من 54 9 السبعة ديفايس 42 ها؟ السبعة فاكتور اوف ناقص سبعة كيف؟ فاكتور اوف كيف يعني؟ يعني رقم ناقص سبعة يساوي سبعة ضرب والانتجر اللي هو الواحد صح؟ طب إن كان كي is any integer k is any integer does k divide 0 k divides 0 k is up to 0 ماذا؟ لا أستاذ مش واضح مش حالة ضرب إذا K أنا ينتجر إحنا هاي ديفايد شو ديفايد يعني؟ إنه دي على أن إنه في أن بتساوي دي في كي ديفايد طيب يعني كي عصفر إذا من ناحية دي هي الصفر تساوي إيش هاي؟ صفر على كي تساوي يعني كي في كي زي كي صفر على كي
اوكي مزبوط خلاص ماشي ربحه بالعكس مش العكس لا بالعكس مش العكس زعما بدك تدي بدل كي لا لا خليك هو انت ليش انا اصريت اقرا هذول القراءات حسب القراءة حسب القراءة اللي بتقراها بتحط هاي يعني هاي شيء كي ديفايد سنتر يعني هاي كي ديفايد سنتر يعني الان بتساوي سنتر الان بتساوي سنتر يساوي اشي ضرب كي شو هو؟ طب استاذ في شرط انه يعني اي شيء يضربه ايه سوري اذا ضربت الكي سنتر دائما بتعزم فمكتوب دي لا يساوي صفر في شرط يا كمان هاي مش دي لا كي مش فاهم احنا عملنا في الصفر على كي صفر شو دي لا صفر مش كي لا دي صفر مش لازم دي لا تساوي صفر كي طلع طلعوا القراءة هاي كمان مرة شي هاي صفر على كيف القراءة هاي صفر على كي يعني هون صارت دي هاد بحطوا هادي لا صفر دي لا خليك معنا هاي مسميات المسميات التالية جدا مش مشكلة خليها اسمها عندك مشكلة؟ هلا هون بس عشان تكون بدأ في الآن مع التسمية هلا شو نقول ان سوري هلا ما اقراها دي ديفايس صفر معناته دي ديفايس صفر صح هل دي ديفايس صفر اللي هي هاي تساوي هاي معناها ان صفر تساوي ايه صفر دي صفر ضرب دي اللي بدك تقوله صح؟ ليش صفر ضرب دي؟ يعني كيف؟ طلع كيف؟ لما تجرب صفر ضرب دي يساوي معلش طلع عليك طلع عليك انت اللي تسال طب هاي هان شايفها هان هاي قرأتها الشهيد ديفايس ديفايس طلع بدك تحط وين ان هون وين ان شي هي ان هون صفر ودي او اللي بدك اسمها اللي هي هون فشو بتساوي بدك تحط صفر اي وال صفر ضرب المتغير تبع هذا غير ضرب عن اسمك ماشي في سؤال Suppose A and B are positive integers. Suppose in A device is A أكبر من B. Sorry, أقل أو تساوي B. ها؟ كيف نفهمها؟ على الأشياء اللي شفناها قبل شوي هي اللي مثلا دي ديفايد ان دي بتساوي ان في كي دي يعني بي يعني هل ايه لازم تساوي بي ضرب كي بي بتساوي ايه في بي بتساوي ايه بي بتساوي ايه اوكي فاي كي انت جاوبت بي تساوي A في K بما أنه K انتجة فمعناته لازم تكون أكبر أو تساوي أو احتمال تجي سالم خلينا طب أنا بسألكم سؤال هل A في K أكبر من كدير؟ أي سوري سوري هل K هون كدير؟ K ممكن تكون أكبر أو تساوي ليه؟ هاتوا نضرب طبعا ايه وفي ايه موافقين؟ ها؟
بتساوي؟ ايه طب هاش بتساوي؟ بي بي معناته؟ معناته بي طيب ليش حطيت كي اكبر يساوي واحد نص؟ كمان مرة؟ ليش حطيت؟ كي اكبر يساوي واحد بتعرف شو هو الكي؟ بس اذا كنت بس اذا كنت شو عم تقصد؟ كيف؟ قبل شو عم تقصد؟ هي مسمى هيك بتغير واحد ضايع سؤال وين بدك تقصد؟ حطيت أول شيء أنا برجع لك ها موافق عليها؟ لا 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 نرجع على نرجع على هون شيء هيك في الآخر آخر شيء لا 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 خلينا برجع لها في التعريف شيء هيك هون احنا شو بنقول؟ بوزيتيف طيب ايش معقول تضرب شيء ماينس بي عشان طالع بوزيتيف سبوز اي اند بي ار بوزيتيف انتجرز ما هي بي شو هي بي هاي بالضروره لازم تطلع برضه بوزيتيف معناته ايش؟ كي طيب سوري هو بنعرف انها اي بوزيتيف انتجرز شو بدها تطلع كي؟ بوزيتيف فبالضرورة إنها إيه أكبر أو تساوي أقل أو تساوي كي أكبر أو تساوي واحد عيدها؟ لا واضحة؟ ها؟ لأن مش لازم تحطوا بال بس هاي الفكرة إذا عندي A و B are integers وعندي 3 A زائد 3 B هل هاي divisible by 3؟ بطلع 3 عمود ثلاث ضرب مظبوط؟ واضحة؟ إذا عندي K و M are integers K و M integers لو عندي 10 كي ام هل ديفيزبل باي 5؟ شو الشرط انه ديفيزبل؟ شيء هي؟ لا شرط لا الاكس هاي المربع هذا هو اسم المربع عشان اوديكم الاشاره ركزوا هاي بركز عليها انا هاي اشاره المربع هاي الاشاره وين بنحطها؟ بالنص ديفيزابيل اي صح؟ طيب الاكس لو قلنا بدرس الاكس هيك مظبوط؟ صح؟ معي؟ فبالتالي انا هاي الاشاره هاي اللي بقول عنها فبرسم اشاره البار اللي هو خطها هاي ديفيزابيل وبس ايش؟ مش بحطها من هون من فوق بس كده حتى اعتقد عشان تفرقها اذا بتعمل هاي اكثر بتكون مرات احسن ماشي؟ هاي معناها ايش على فكره؟ لا ديفيزابيل يعني بي ما تساويش كي انه ان على بي اسمها انتجر هاي نتيجة انها بتجيبش مش انتجر طيب نتذكر بالشغلة تتذكر شو تعريف البرايم والكومبوزيت كيف اخذناهم؟ كيف اخذناهم؟ البرايم اكبر من نقسم على واحد لا شو قلنا انه حاصل ضرب عددين ابراهيم واحد بالضروره مثل لازم يكون ايه؟ بالضروره لازم يكون واحد والكومبوزيت في تعريف اخر للابراهيم ان انتجر ان اكبر من واحد اسمه ابراهيم
if an oil gas, it's only positive integer divisor are واحد and اثنين. تعريف آخر، تعريف آخر باستعمال ديفايزر، باستعمال الديفايزر. طيب، هاي في عنا جلبه A، لو عندي A، إذا عندي A ديفايز B، M، هذا هو بيتنا بالنجي، M، B ديفايز C، then A ديفايز C، مو كنا بصبوها أنا أثبتها، كيف أثبتها؟ بدي أكتب أنا بديش أحكي لا احكي عشان نعرف عشان نكتب في الامتحان سبوز هو مش سبوز؟ طب ما تكتب لها شو كاتبها أكثر من مرة؟ نفس السبوز كده سبوز شو اسمك كمية؟ كمان سبوز إنه A و B و C R M ليش مش عارف؟ انتج. سوري سوري. 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 R. Particular. هذا arbitrary. Chosen. معي دي مش مركزة معي هذا برضه. أنا عشان أقول شو. Chosen. Chosen ايش قلنا؟ انتج. Now, suppose إنه إيش؟ إنه A divides B and suppose إنه B divides C. We need to show حتى then we need to show that إنه A divides يا نكمل هلا we know that from the definition of divisibility بجوز هذا مش نفس السياق اللي كتبته صح؟ ماشي divisibility هلا A شو يعني A divides B؟ A divides B means B تساوي A ضرب K M C بتساوي A على K؟ بدك تكون هناك K طبعا بدك تكون هناك K يعني هنا مش كل التفاصيل هلا C شو تساوي؟ A في A ايش هي؟ لا B B في K C بتساوي B هلا تقدر تقول B في A لا احكي نفس الرقم 12 لا بتوقع نفس الرقم طيب هاي كيف واحد وكيف عشان مثال ها بتوقع نفس الرقم مش نفس الرقم هذا بعوض محل بي بعوض محل بي فسي بتصير تساوي ايش؟ ايه في كي واحد ضرب K صح؟ ضرب K واحد شهر يشهر إحنا ضرب K على إيه؟ انتجر على إيه؟ كمان هلا إيه؟ صارت C بتساوي إيه؟ على حسب ضرب انتجر كيف على ايه؟ على ايه؟ على ايه؟ على ايه؟
سي على ايه؟ هاي مثال آخر هذا كله كويس بجيبه كويس المرة الجاية عشان إنه طويل عنده شرح طويل وبرا مش حكومش هسا بس هذا ضروري تحلوه هذا كويس فور شور المحاضرة الجاية بعد كم يوم بعد كم شيء يوم ما هو موجود هاي علم سجل عندك هذا كويس المحاضرة الجاية بنعرف كل شيء كويس يعني نحفظ طلع من هنا رفض عليك الطريقة صدي عشان أغير شكل المرة الجاية بتكوني اللي مش هيك بالكتاب يا أستاذ ممكن أغير دي ولكن غيرت شوي طيب هذا إيه في شو يسموها الكرسي تعرف الكرسي هذا الكاس اللي بدنا نشوفه. طيب. معلش. بدي استغل الوقت لانه لازم نخلص السيشن اليوم. تشيكن هذا اوكي. هلا از انت ترو انه اول انتجرز A B اذا A ديفايس B اند B ديفايس A انه A ايكوال B. لا. لا. معي بس ما فايز ما تندور على السؤال خلص دوش السؤال نحط نعوض نطرح خمسين سوي بعدين نسوي اذا نسوي يعني نسوي صح؟ طلع جيب مثال يعني كيف سوي؟ لا مش شرط يعني ممكن انه خذ هذا المثال على السريع عشان ما استعجل اثنين وناقص اثنين خلص بدنا نستعد عشان بدي اقعد ساعه هاي في المحل ركزوا معي هلا سكروا الكل سكروا هلا معلش سكروا كل واحد سكر كتابه وركزوا معي منيح لانه هاي امبورتنت ثيوري اللي بنتعلمها معي بديش اذكر كل واحد طلع اللوح وشو بده صار ها في شيء اسمه فاكتورايزيشن ثيوري very interesting و very useful في الماثماتكس صغير هذا طبعا كله مبني على الاشياء القديمه يعني مش شيء جديد وشيء قصير من الاخر بقول لكم اي رقم اكبر من واحد اما بيكون عدد اولي او حاصل ضرب عدد اولي ممكن كيف؟ يعني اما حاصل ضرب عدد اوليه بيطلع غير اول لا يا بيكون عدد اولي يا بيكون هذا العدد حاصل عدد ضرب اعداد اولي طبعا ده جبت لك مثال 72 2 في 2 في 3 اي رقم اعطيني اياه بيطلع حاصل ضرب اعداد اوليه باختصار الا اذا كان هو اولي وبالتالي ما هي مش مشكله حاصل ضرب اعداد اوليه ما احب العدد نفسه واضح ها هي باختصار given any integer n أكبر من واحد there exists a positive integer في positive integer distinct prime numbers يعني أنا بقدر أطلع من distinct prime numbers وبقدر أكد بهذول البرايم نمبرز على صيغة هذول البرايم نمبرز وفي إلهم بقوة قوة رقم يعني بدل ما أحط اثنين ضرب ثلاثة فبكون إيه؟ ضرب يعني اللي بقدر اكتبها هاي السي اوكي ذاتس ات اختصار هذا هو اوكي هلا بقدر اكتب طبقت هاي اثنين ضرب كوبي ثلاث ضرب ثلاث كوبي اثنين صح؟ طب مش هاي برضه بقدر اكتبها ثلاث كوبي ضرب كوبي اثنين اثنين كوبي ثلاث نفسها صح؟ هلا في ستاندرد في ستاندرد بس ستاندرد في شيء جديد انها نكتبهن الاصغر العدد الاصغر بالاكبر شفت انه بي واحد بي اثنين هاي مثال
لونها بطيخ. هاي 333. كيف اسويها؟ 333. يلا هاي شو تساوي؟ شفناها. يلا تطلع 100. الشرط على فكره انت اولها يجوز مش كلنا ننتج نفس الارقام اولها، بس بالاخر تطلع نفس الارقام. 100 ضرب 33. هاي شو تساوي؟ 50 في 2 في 33. وهاي شو تساوي؟ 10 في 5 في 2 في 33. هاي شو تساوي؟
بنقدرش نتج. وبالتالي بالضرورة لازم تكون الام 17 كسر الام. يعني بقدرش انتج 17 من هاي الارقام. ليش استخدام اليونيك فاكتورايزيشن؟ بضحك. يعني بدي اوصل لل 18 صح؟ نعم؟ لازم برضه تصير لا انا بس ركزت مع 17 بس احنا انا هون بس ركزت على 17 مركز على 17. هل الام تقسم ال 17 17 تقسم الام؟ طبعا اه شو بنقول احنا؟ ليه؟ مشان لازم نروح نضرب بالاسم مشان نجيب ال 17 مش عشان لانه بقدرش انتج الام من هاي الناحيه طلع احنا عارفين انها ايكوال ما دام هون ايكوال وبقدرش انتج 17 من هون فبالضروره هاي تبقى من مضاعف هذا 17 صح؟ طيب استاذ لو بالضروره تبقى من مضاعف هذا 17 ولا لا؟ بس ركز معي بقدر اختصر 17؟ لا بقدرش واضح اني بقدرش اختصر ال 17 ليه؟ طب انا ممكن اكون ما تقدروش تختصر ال 17 اوكي في التسبيل وطلع عليك بس هي بالفاكتورايزيشن ثيوريم شو بتقول؟ العدد الاولي يا بيكون هو اولي يا بيكون حاصل ضرب عدد اولي وبالتالي بالضروره بقدرش انتج ال 17 من هاي الارقام مضبوط؟ فهاي الناحه هاي الناحه احنا بنعملهم ايكوال فهي الضرورة الام بدها تكون ايش؟ من مضاعف 17 استاذ اذا هي طلعت عن الام اكثر من بين يعني مثلا لو طلعت الام لو حكينا انه بما ان هذول ثوابت فيش متغيرات ما بتطلعش كمان طب مش لازم يعني انت لو تطلع على الاقل حاجه سيبها ما بتطلعش طيب بس لو تطلع مثلا 17 بتقدر تضربها في الشين وبتعرف شو نفس الشيء مثلا يعني اه شوي هم يعني مثلا لو حكينا 3 في 8 نفسها هي 4 في 6 انا قديش 17 هو هو هون السبب لو لا قديش لو لا احنا هون هذا الشيء عشان اوريك بدك انه 17 بتقدرش تنتجها من حاصل ضرب عددين الا الواحد في 17 يعني اي عدد اولي ما انك بتقدرش تنتجه الا من نفسه العدد والواحد فبالضروره هاي بدها تكون بعد صفر اذا كان عندنا هون 24 هاي وين 24 مثلا في الارقام هي يعني في عندنا 24 رقم 24 هاي نقدر نجيبه من 3 في 8 او 4 في 6 لا 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 يعني لو قلت لك هان برضه 13 اه يعني تختلف كل مثل مش لازم الام تكون اللي برضه بتجيب ال 13 لا انا بس 13 بكسر الام هون اه 13 انا اول لا انا اول فهمت علي؟ يعني احنا قاعدين بنطبق بس بسالك انا عمدا بس على الاعداد هاي مثلا ها وشو العرفه؟ لان بالفاكتورايزيشن ثيوري احنا متاكدين انه ما نقدرش ننتج العدد هذا من الاعداد من اي عدد ثاني. بما انه هون فيش 17. فبالضروره هاي